حصل. عاوز اقول لكم ان امبارح ليله مباراه الزمالك والاسماعيلي لقيت بوست على موقع المصري اليوم انا فهمته، فلازم هقول لكم على البوست ده وافهمه لكم البوست ده يقصد ايه. امبارح على المصري اليوم كاتبين ايه بقى؟ لسه طبعا البطوله العربيه قدامها حوالي شهر. بيقول لك ايه؟ يعني كارلوس كيروش يدرس استبعاد طارق حامد من قائمة منتخب مصر استعدادا لكأس العرب. فطبعا ان التصريح زي ده يخرج ليلة مباراة مهمة زي مباراة الاسماعيلي، اعتقد انتوا فهمتم الناس دي تقصد ايه. زي الاخبار اللي بتخرج على بن شرقي، يعني بعد الفطار اخبار على بن شرقي، بعد الغداء كارتيرون ماشي، بعد العشاء اخبار على بن شرقي. فالموضوع بقى طبيعي، ده تشتيت لطارق حامد قبل المباراة، واتعودنا ده. ما هو اللي بيحصل ده زي اللي انا كنت بقوله لك من شوية، هي منظومة واحدة، فما تقعدش تفصص وتقول اصل هي منظومة واحدة. ده بالنسبة للخبر اللي خرج النهاردة. عاوز اقول للكابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن سيد عبد الحفيظ طبعا الشهير بيلاهوي سيد يلاهوي من ساعة طبعا ما طلع مع رامز والافيه الحلو بتاع يلاهوي، فانا مسميه سيد يلاهوي. عاوز اقول لك يا كابتن سيد، النهاردة اتحسبت لنا ضربة جزاء، واتحسبت لنا يا كابتن سيد في استاد انتم لا تجرؤوا انكم يعني تروحوا تجيبوا قفص مانجا من هناك وتيجوا. فده بالنسبة للكابتن سيد عبد الحفيظ. طيب تعالوا بقى نبدأ على ندخل على الماتش وندردش فيه شوية مع بعض، ونقول ان النهاردة مش الزمالك اللي احنا نعرفه، ولا ده كارتيرون اللي احنا نعرفه. النهاردة كارتيرون ما حسسني ان ده لسه راجل مدرب جديد ما يعرفش امكانيات اللعيبة بتاعته ولسه ماسك الزمالك. فالنهاردة كارتيرون عمل حاجة غريبة قوي في الكورة، وعمل حاجات غريبة النهاردة في الكورة. بس قبل ما اقول لك ايه اللي حصل، عاوز اقول لك ان لعيبة نادي الزمالك قبل الماتش كانوا قاعدين على البحر بياكلوا اكلة سمك في مدينة او محافظة الاسماعيلية الجميلة. عاوز اقول لك ان لعيبة نادي الزمالك اتوبيسها دخل بدون حراسة خالص الى محافظة الاسماعيلية، محافظة الجميلة، دخلوا وقعدوا في الفندق ولعبوا المباراة وكسبوا، وكان في جمهور في الملعب اخواتنا في جمهور الدراويش، وخلصوا الماتش بعد ما كسبوا على استاد الاسماعيلية اللي بيمتنع عنه اشباه الرجال. بعد ما خلصوا الماتش راحوا اتوبيس نادي الزمالك متحرك وخرج من المدينة ومحافظة الاسماعيلية الجميلة بكل هدوء وبكل سلاسة. هو ده نادي الزمالك. عمري في حياتي من ساعة ما شجعت الزمالك ما شفت نادي الزمالك خارج من محافظة داخل عربية ترحيلات، عمري لا شفتها ولا هشوفها ولا ولاد ولادي عمرهم هيشوفوها، ان الزمالك يخرج من محافظة داخل مصر بعربية ترحيلات، بعربية ترحيلات. طيب فالنهاردة كارتيرون بدأ بمحمد عواد، الونش وعودة عبد الغني، في اليمين باك يمين عبد الله جمعة، في الشمال محمد عبد الشافي، اتنين ديفندرز في نص ملعب طارق حامد وامام عاشور، على اليمين زيزو، على الشمال بن شرقي والبلاي ميكر مصطفى فتحي، تحت مهاجم وحيد سيف الدين الجزيري. احتياطي الزمالك النهارده كان ابو جبل، محمود علاء، المسلوسي، اسلام جابر، اوباما، عمر السعيد، وناجم، محمود عبد العزيز، ايمن حفني. عاوز اقول لك ان كمان قبل المباراه الاسماعيلي مغلوب 3 مباريات، ودي الهزيمة الرابعة لنادي الاسماعيلي، واسوأ بداية لنادي الاسماعيلي في تاريخه. يعني الاسماعيلي من ساعة ما تأسس لغاية ما انا بتكلم معاك دلوقتي، دي اسوأ بداية دوري للنادي الاسماعيلي، اسوأ بداية دوري، 3 هزائم او دي الرابعة. النهاردة الهزيمة الرابعة ورا بعض ما حصلتش في تاريخ نادي الاسماعيلي. ان شاء الله باذن الله برضو مش هنسى ان انا بتمنى كل التوفيق لنادي الاسماعيلي والشعب الاسماعيلي والجمهور نادي الاسماعيلي. الزمالك النهارده زي ما بقول لكم كارتيرون يعني عمل حاجه غريبه في الكوره.
ان هو جاب عبد الله جمعه لعيب باك شمال، لعيب بيلعب وينج سواء ليفت او رايت، لعيب بيلعب نص ملعب مهاجم. النهارده كاتيرون جابه وعمل حاجه غريبه في الكوره، راح حاطط لعيب اشول حطه باك يمين. يعني انا ممكن افهم ان لعيب بيلعب برجله اليمين اتحط باك شمال، عملها حماده طلبه مع جيزوالدو فيريرا العظيم ونجح فيها حماده طلبه، وقعد سيزون كامل اخذنا دوري وكاس، وكان حماده طلبه اللي بيلعب برجله اليمين كان بيلعب باك شمال. انما دي ما بتحصلش مع اللعيب الاشول. اللعيب الاشول ده ليه اماكن معينه في الملعب بيلعب فيها. فانك تلعب النهارده عبد الله جمعه وعندك بره حمزه المسلوسي دي فيها مشكله. عاوز تريح المسلوسي، كان عندك اكتر من بديل، كان عندك اكتر من بديل. كنت ممكن تحط امام عاشور هو باك يمين، وتحط محمود عبد العزيز جنب طارق حامد لو انت عاوز ما تلعبش حمزه المسلوسي. كنت ممكن تلعب محمود علاء والونش ومحمد عبد الغني يلعب في الحته دي، لعبها في الكونفدراليه. فلو انت مش عاوز تلعب المسلوسي ما تقلفش، لا انت قلفت. دي رقم واحد. وده عبد الله جمعه النهارده كان كل كوره بيروح مش عارف يرفع، مش عارف يرفع. الباك من مهامه الرئيسيه، الباك رايت او الباك ليفت، من مهامه الرئيسيه ان هو يلعب العرضيات. النهارده عبد الله جمعه كل ما يروح عاوز يعمل العرضيه بتبقى على اليمين، يضطر يقف ويضطر يعدلها، بيكون المدافع دخل عليه عشان يعدلها ويلعبها برجله الشمال. فكابتيروني النهارده اعتقد ما كانش في طبيعته. ده رقم واحد. رقم اتنين، مصطفى فتحي ما يلعبش بلاي ميكر. مصطفى فتحي ما يلعبش بلاي ميكر. طب مصطفى فتحي تلعبه فين؟ مصطفى فتحي يلعب مكان زيزو، هو عنده مكان واحد يلعب فيه زي شيكابالا كده. شيكابالا ما يلعبش بلاي ميكر، شيكابالا يلعب وينج رايت زي مصطفى فتحي يلعب وينج رايت. طب تعمل ايه في احمد سيد زيزو؟ احمد سيد زيزو لعيب جوكر، احمد سيد زيزو لعيب ممكن تستغله في اكتر من مركز. احمد سيد زيزو لازم يغير من مركزه. احمد سيد زيزو الكلام ده ما حدش قاله قبل كده في الكوره، لازم تستغنى عن حاجات. ازاي؟ احمد سيد زيزو طول ما هو بيلعب وينج رايت مش هيلعب كوره في منتخب مصر. احمد سيد زيزو طول ما هو مش عايز يغير من مركزه للاسف مش هيلعب كوره في منتخب مصر، لان مركز سيد زيزو، مركز احمد سيد زيزو هو وينج رايت، وفي نفس مركزه بيلعب افضل لاعب في العالم محمد صلاح، افضل لاعب في العالم، افضل وينج في العالم. فان احمد سيد زيزو لازم يغير مركزه. انا كنت اتمنى النهارده تلعب امام عاشور وتنزل محمود عبد العزيز جنب طارق حامد، وامام هو اللي يروح باك يمين لو انت عاوز تريح المسلوسي. انا النهارده يعني بن شرقي بيثبت ان هو بيلعب بالدراع، بيلعب بالفتونه، ما بيلعبش كوره. النهارده اشرف بن شرقي كل كوره مقطوعه. النهارده الزمالك تايه، النهارده الزمالك في عدم تركيز. يعني انا قلت امام عاشور ده هيجدد وهيكسر الدنيا. امام عاشور النهارده في الواجب الهجومي بيروح، انما بيسرح، بيسيب طارق حامد لوحده، وطارق حامد هو اللي بيشيل الليله، طارق حامد هو اللي بيشيل الليله. طب اخره اشرف بن شرقي دي ايه؟ النهارده اشرف بن شرقي يقدم ايه؟ النهارده اشرف بن شرقي كان بيتحرك في الاماكن الفاضيه، وكان بيتحرك في المساحات، وبيمسك الكوره وبيصنع لك الفارق. النهارده اشرف بن شرقي عمل لك ايه؟ النهارده اشرف بن شرقي ايه امرته عشان اديله 33 مليون جنيه في السنه؟ يعني ميسي مع برشلونه ياخد اللي هو عايزه. ليه؟ بيصنع الفارق في كل ماتش. محمد صلاح مع الريدز ليفربول ياخد اللي هو عايزه، بيصنع الفارق. انما النهارده لعيب بشوفه مره او مرتين في السيزون، وعاوز ياخد 32 او 33 مليون جنيه ومش عاجبه، وبيتشرط وبيتنك وبيتفرد وبيتني علينا. طب انت معاده ليه؟ قعده احتياطي. بتلعبه ليه؟ مع عبد الله جمعه نزل اهو النهارده، لعبه مكانه، لعبه مكانه. لا، فعدم العدل، عدم العدل مش كويس، عدم العدل هيوقعنا، عدم العدل هيوقعنا. فالنهارده بنلعب على جبهة واحدة بس، الجبهة الشمال. طبعا الجبهة اليمين هي اتقتلت خلاص،
ان انت تلعب عبد الله جمعه فيها، فانت قتلت الجبهه دي، انت مكسور جناح خلاص، انت بتلعب على جناح واحد اللي هو محمد عبد الشافي واشرف بن شرقي، هي جبهه واحده اللي بتلعب عليها، وامام عاشور سايب طارق حامد لوحده تماما، مفيش التحام، مفيش استخلاص كوره، طارق حامد بيعمل كل حاجه لوحده. النهارده طارق حامد هو اللي بيجيب الخضار، وهو اللي بيغسله، وهو اللي بيقطعه، وهو اللي بيسلقه، وهو اللي بيعمل الاكل، وهو اللي بياكل، وهو اللي بيشيل الاكل. طارق حامد النهارده في نص الملعب بيعمل كل حاجه، كل حاجه طارق حامد بيعملها النهارده ولوحده. ما انت برضو ده غلط. الاسماعيلي بدا يقرا الزمالك، بدا يلعب على جبهه محمد عبد الشافي، وبدا يخترق عن طريق جبهه محمد عبد الشافي من عبد الرحمن مجدي وشلونجو. النهارده فرصتين للاسماعيلي لولا يقظه محمد عواد والونش وعبد الغني وطارق حامد قدامهم، الزمالك كان زعل النهارده، الزمالك كان سيء جدا. وانا اكيد انتوا افتكرتوا كلامي، قلت لكم ثنائيه الدفاع الافضل في نادي الزمالك الونش وعبد الغني. النهارده مفيش اخطاء، ليه؟ عشان كان محمود علاء قاعد احتياطي. مش انا بقول ان محمود وحش، محمود علاء يعني ثقته فاقد ثقه، فلما تبقى ثقته ترجع له يبقى يرجع ينور. انما انا مش هفضل محمود علاء على حساب النادي، مش هفضل محمود علاء على حساب النادي. فمحمد عبد الغني والونش وقدامهم طارق حامد ووراهم محمد عواد اللي بيمسك في الفرصه النهارده، لولا الاربعه الرباعي دول احنا كنا زعلنا النهارده. محمد عبد الشافي مش هو محمد الشافي النهارده، وانا اعذر محمد عبد الشافي النهارده. الاسماعيلي في الشوطين للامانه هو اللي كان اخطر، وبالذات الشوط الاولاني، وكان بيلعب النهارده على الهجمه المرتده اكتر من كوره. بقول لكم لولا يقظه الونش وثبات محمد عبد الغني ورجوله ويقظه طارق حامد ومحمد عواد، احنا كنا النهارده لعبنا، يعني احنا كنا تعبنا، مش لعبنا، تعبنا. عشوائيه، مفيش ملامح، مفيش خطه، مفيش تكتيك، مفيش اي حاجه خالص. النهارده الزمالك ما راحش الاسماعيليه، الاسماعيلي النهارده لو عنده خط هجومي محترم يزعل الزمالك. الاسماعيلي لو عنده خط هجوم محترم يزعل الزمالك. مفيش حد في تيم نادي الزمالك، والكلام ده انا محتاج اسمع رايكم فيه، مفيش حد في تيم نادي الزمالك بيضغط وبيستخلص كوره لطارق حامد. غير طارق حامد محدش بيستخلص كوره، ولا حد بيضغط، ولا حد في دماغه انه يضغط. كل لعيبه الزمالك بيتحلق، كل لعيبه نادي الزمالك بيتحلق، انما الوحيد اللي عنده الجرأه وبيضغط وبيجيب الكوره هو طارق حامد. ده بالنسبه لطارق حامد. فطبعا في الدقيقه 65 كارتيرون هو من النوع اللي بيعمل تغييرات مركز بمركز، يعني مش بايه، عارفين اللي بيبدع هو كارتيرون، مش بيبدع في التغييرات، يخرج الجزيري وينزل عمر السعيد، وخرج عبد الله جمعه وينزل حمزه المسلوسي. بدات الدنيا تتظبط شويه، وبدا الجناح المكسور بتاع عبد الله جمعه ده بتاع الزمالك، بدا الفريق يبقى ليه جناحين. رغم ان حمزه المسلوسي مش هو مستوى حمزه بتاع نهايه الدوري، ولكن برضو افضل من عبد الله جمعه اللي ما بيلعبش في مركزه. فالنهارده في الدقيقه 65 وكمان كارتيرون اتاخر قوي، 65 دقيقه لعب بالمنظر ده قدام الاسماعيلي اللي مغلوب 3 ماتشات وعلى ارضه وفي وسط جمهوره، 65 دقيقه تاخير، ده كتير قوي قوي. يعني انا قلت بين الشوطين هيغير، انا قلت عارف غلطته وبين الشوطين هيغير، انما ما غيرش باتريس كارتيرون. في الدقيقه 82 بقى مصطفى فتحي بمهاره فرديه، الكره طبعا باهر المحمدي. فاكرين قلت لكم ايه على باهر المحمدي؟ لما الناس اللي بتتابعني كل يوم هم اللي يفتكروا الكلام ده، لما قلت لكم الاهلي يحيى الكومي بيقول ما عنديش مانع ابيع باهر المحمدي للنادي الاهلي، قلت لكم يا ريت صفقه حلوه قوي، يا ريت باهر المحمدي يروح النادي الاهلي. باهر المحمدي لعيب متواضع جدا، والنهارده ضربه الجزاء هو اللي تسبب فيها، دخل عليها احمد سيد زيزو والزملكاويه، وانا ما اعرفش مين اللي كان زيي. الزملكاويه عارفين لما اليوم بيكون وحش بتكون وحشه على كله، يعني اليوم النهارده مش بتاعنا
لا ضربة الجزاء تضيع، تخبط في العارضة وتضيع، تخبط في العارضة اليمين وتروح راحة في العارضة الشمال، وتخبط في يعني في العارضة اللي فوق وتخرج. فأنا النهاردة ضربة الجزاء ما اتفرجتش عليها، عملت كده اتفرجت عليها في الإعادة، إنما ما اتفرجتش عليها لايف لأني كنت عارف إنها هتضيع. وفعلا ضربة الجزاء راحة، يعني مكان جديد أحمد سيد زيزو أول مرة يلعب فيه، مكان جديد أحمد سيد زيزو أول مرة يلعب فيه. مين الزملكاوي اللي كان متأكد إن ضربة الجزاء هتضيع؟ لأن أنا بصراحة كنت قلت بقى يعني هتضيع، هو اليوم وحش والقصة باينة وتشكيل غريب وافتكاسات وضربة جزاء في الدقيقة 82. لا، عشان بقى الليلة تكمل ويبقى هو ده الزمالك اللي هو اللي احنا عارفينه تضيع. يعني انا كده ارتاح، ده الزمالك، فعلا انا بتفرج على الزمالك. مين اللي كان عنده الاحساس ده زي؟ اكتبوا لي برضو في التعليقات. فده بالنسبة لضربة الجزاء، دخل زيزو حطها صعبة جدا جدا جدا. وفي الدقيقة 85 عمل بقى عم كارتيرون عمل ثلاث تغييرات مره واحده، اوباما طبعا ونجم نزل واسلام جابر، وخرج مصطفى فتحي وامام عاشور وبن شرقي. بن شرقي خارج مش مبسوط في الدقيقه 85، بن شرقي في الدقيقه 85 اللي مستواه زي الاطران خارج مش عاجبه. امال لو عرف ان جمهور نادي الزمالك عايزه اصلا يقعد احتياطي هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ احنا لو عندنا مدرب ذكر وابن ابوه، لو عندنا مدرب ذكر وابن ابوه، بن شرقي ده يقعد احتياطي وما نزلوش. عاجبك هتنزل اخر دقيقتين، مش عاجبك اخرجك بره التشكيل. وجهه نظر فنيه هخصم لك، بتشوح بايدك 500 الف جنيه غرامه، بتيجي التدريب متاخر مليون جنيه غرامه. انت راجل بتاخد ملايين، تعالالي بقى تعالالي بقى. انما احنا ما عندناش مدرب ذكر، احنا ما عندناش مدرب ذكر، عشان طبعا في الوقت بدل الضايع في الدقيقه 93 زيزو كالعاده هو وعمر السعيد يعمل اسيست وجون جميل جدا لعمر السعيد اللي يروح بالكوره ومن قبل نص الملعب وياخدها ويعدي بيها نص الملعب ويحطها في الضيقه على شمال محمد فوزي حارس الاسماعيلي. ودي مش المره الاولى اللي يحصل فيها تعاون ما بين زيزو وما بين عمر السعيد. عاوز اقول لك ان الزمالك حتى الان مسجل 9 اهداف في الاربع مباريات دول، الزمالك مسجل 9 اهداف منهم 7 اهداف زيزو وعمر السعيد. يعني 7 اهداف الاثنين لوحديهم، زيزو وعمر السعيد. طبعا انا كاتب عندي الونش وعبد الغني وطارق حامد وعواد، لولا دول احنا كنا زعلنا جامد جدا جدا جدا. النهارده كارتيرون في المؤتمر الصحفي يعني اتكلم وقال ليه انا بروح العب في استاد الاسماعيليه والخصم بيلعب في ملعب محايد عشان الناس تنام مبسوطة. الزار كارتيرون عشان هو مش مصري فهو مش عارف يعني ايه الناس تنام مبسوطة. فطبعا عشان الناس تنام مبسوطة لازم كارتيرون طبعا حد يقول له ما ينفعش الاهلي يدخل الاسماعيلية. ليه؟ واي الاهلي نو انتر ذا اسماعيلي ستاديوم او اسماعيلية ستاديوم؟ انا يعني عارف انجليزي على قد يعني. بيكوز زبيبل اسليب هابي، عشان الناس تنام مبسوط. اي جيت ات، يعني انا فهمتها يعني، او انا فهمت يعني. فلازم حد يكلمه بالانجليزي او بالفرنساوي ويعك زي حالتي كده ويقول له بيكوز زبيبل ذا اول بيبل ان ذا كانتري سليبنج هابي. يس. ف وقعد يقول لك طبعا انا زملكاوي 100%، انا ما باكلش من الكلام ده. زملكاوي 100% تشتغل مع حسين لبيب، تشتغل مع اي رئيس نادي يجي، تشتغل مع مرتضى منصور ده اذا رجع يعني رغم انه مش هيرجع، تشتغل مع اي حد. لو انت بقى زملكاوي 100%، لو انت زملكاوي 100% تحط لي تشكيل صح. لو انت زملكاوي 100% تخاف على مصلحه الزمالك وتقعد اشرف بن شرقي. يا جماعه
اشرف بن شرقي لعيب كبير، بس من مصلحه نادي الزمالك ان اشرف بن شرقي يقعد احتياطي. من مصلحه نادي الزمالك ان اشرف بن شرقي يقعد احتياطي. لو اشرف بن شرقي لعب يوم الاثنين قدام البنك الاهلي وبدا المباراه من اولها، اتاكد كزملكاوي اني يعني بقى اللعيب ده ماسك علينا زله، اللعيب ده يعلوي دراعنا. عاجبه عاجبه، مش عاجبه جمهور نادي الزمالك اللي بيقول له امشي. وخلي بالكم، لا ساسي هيأثر مع الزمالك ولا بن شرقي هيأثر مع الزمالك. وطلعت ساعة فرجاني ساسي قلت فرجاني ساسي فنيا فنيا، وانا راجل ما بعرفش اتكلم، انما تقول لي انت ما بتفهمش في الفنيات ازعل منك. ممكن تقول لي انت بتطبل لمرتضى منصور، اوكي انت شايف كده رايك. ممكن تقول لي انت بتتكلم غلط على نادي الزمالك وانت منافق وانت مش زملكاوي، اوكي وجهة نظرك. انما تقول لي يا محمد انت مش فاهم في فنيات الكوره، ممكن بقى ازعل منك، ممكن ازعل. فاشرف بن شرقي فنيا مش هيأثر على الزمالك، لان انت شايف هو فنيا النهارده مش قادر يقف على رجله، ومع منتخب المغرب يعني مش لعيب بيلعب ال 90 دقيقه مع منتخب المغرب وجاي مرهق وجاي تعبان، ده بيقعد دكه وبينزل اخر خمس دقائق منتخب المغرب. فوالنبي خلي البساط احمدي يعني، وخلونا نتكلم بصراحه ف اشرف بن شرقي يقعد ما يلعبش كوره وكفايه عليه لغايه كده، وربنا بقى ييسر له حاله يروح اي حته تانية لو مش عايز يقعد مع نادي الزمالك. الكويس ان انت وانت وحش بتاخد الثلاثة بنت، واتمنى لعيبه نادي الزمالك يكونوا كده وهم مروحين في الطريق يتفرجوا على مباراه الاهلي عشان خاطر، بس يا ريت السواق ما يتفرجش، لان السواق ممكن لا قدر الله يعمل بيهم حادثه لو شاف اللي بيحصل ده على التلفزيون او الشاشه بتاعه الباص، ممكن يعمل سواق ممكن يعمل حادثه. فلو هم بيتفرجوا يعني على الماتش لازم يعرفوا، ولازم اداره الزمالك ولازم كارتيرون واللعيبه الكبيره طارق حامد وشيكابالا وعبد الشافي ويعني وحازم امام واوباما، لازم اللعيبه الكبيره تتكلم يا جماعه مش هينفع نفرط في بونت واحد. اديكم شايفين بيحصل ايه مع الاهلي، وزي ما الحاج سامي من شويه قال النادي الاهلي، وانا الكلام ده بقوله وباكد على الكلام بتاع شيكابالا ومش بحبط معنويات، انا مش بحبط معنويات. ممكن ناخد الدوري اه طبعا بالرجوله زي السنه اللي فاتت كان كله ضدك، خطيب على مجاهد على الناس تنام مبسوطه، على الشناوي على العقوبه بتاعته مش عارف ايه، عزل رئيس نادي مفيش فلوس، 200 لجنه كل يوم بتيجي، ورغم كده اخدت الدوري والتانيين مستقرين. واقصى مشاكلهم احمد الطيب ما يعلقش على الماتش عشان انا بعيط، حاضر يا روح ماما هنمسح لك دموعك، واحمد الطيب بره مصر خالص، اوعى ترجع تاني تعلق في مصر عشان ما تزعلش الننوز. فرغم كل ده واحنا اخدنا الدوري، فانا مش بقولك كده ان انا بحبطك، بس اسمع لما كابتن الزمالك واسطورة جماهير نادي الزمالك يتكلم لازم تسمع. شيكابالا قال مش هيسيبونا الدوري اللي جاي، فعمرو اديب قال له هتشوف واحنا بنشوف، قال له مش هيسيبونا الدوري اللي جاي، وديها بانت من النهارده. فاتمنى من لعيبه نادي الزمالك يتفرجوا على المهزله والمسخره بتاعت احمد الغندور النهارده اللي عملها، عشان ما يفرطوش في بنت واحد، كفايه ثلاثه بنت بشغل جامايكا وشغل العفاريت اللي حصل في ماتش الزمالك والاهلي، وكره طايشه تخبط في رجل تروح العارضه وترجع تاخد تاكس، تروح خبطه في صدر ابو جبل، وتروح واخده اوبر، وتروح داخله جوه الجون، شغل الترلالي ده هنعديه، ضربتين جزاء هنعديهم، ديانج بيشوط في ابو جبل من بره ال 18 ب 50 كيلو وتدخل هنعديه. انما خلاص اللي حصل حصل، ثلاث نقط وراح، ثلاث نقط وراح، نركز في اللي جاي، مفيش بنط يضيع. النهارده هم قدام المقاولين وعماد النحاس بتاعهم، وكسبوا باحمد الغندور
وكانت حالتهم تصعب على الكافر، بدعم باستقرار ببيبو بيبو. الله يا خطيب، انتخابات استروبيا كده اي كلاموش وبيضحكوا على الناس. قال يعني في انتخابات وناس داخله قدام بيبو والعمري فاروق مش معروفين ولا مشهورين ولا الكلام ده كله، بفلوس وشركه الاهلي ومش عارف تسويق وبياخد عقد رعايه كام بكل المهرجانات دي، وبيكسبوا المقاولين 1-0 بالعافيه، وبيكسبوه بكارثه تحكيميه. فالاهلي هيقع هيقع. اهم حاجه احنا اللي نبقى مركزين ومفيش بنت يضيع. الف مبروك النهارده للزمالك، ماتش صعب على استاد ما بيدخلوش الا الرجاله، اشباه النساء يمتنعون، اشباه النساء يمتنعون. فروحنا دخلنا كسبنا ولعبنا في وسط جماهير اللي انتم مش واخدين بالكم منه. النهارده كان في جمهور للدراويش في وسط جمهور الاسماعيلي، وركبنا عربيتنا، دورنا العربيه وركبناها وراجعين في الطريق ان شاء الله يرجعوا بألف سلامه. مبروك لنادي الزمالك.